السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هشارككم فلوج بسيط كده عن بعض الامور اللي انا ان شاء الله هعملها النهاردة، وهو ان انا صاحي من النوم مخصوص علشان خاطر كنت ناوي بقالي اسبوع يعني اقول هصحى واروح هصحى واروح ما بصحاش. فان شاء الله انا النهاردة رايح علشان خاطر اقدم على خط تليفون ارض جديد، لان انا عاوز اتعاقد مع شركة اورنج، لان كنا متعاقدين على الخط القديم مع شركة وي، وجيت ان انا حابب ان انا الغي التعاقد لان الباقة بتاعتي ما بقتش بتقعد حاجة، ولو بدل اجدد الباقة يعني بجددها، وممكن كمان يعني بصراحة ما بلحقش عليها يعني ان انا افضل اشحن او حاجة زي كده، بالنسبة لي انا خسارة بصراحة، ده اللي انا شايف. اما شركة اورنج بصراحة كنت متعاقد معاها قبل كده، بس كان برضو حصل مشاكل في الخط ايام ما كانش ان انا خطي للأسف ما دخلش الكابينة الضوئي اللي هم كانوا بيقولوا عليها دي، وحصلت مشاكل والخدمة اتنهت خالص من الخط. فحاولت ان انا اتكلم مع ناس في الزقازيق، اتصلت على ارقام ناس هي الشركة في الزقازيق وفي القاهرة وفي في اي حتى في الفرع الرئيسي اتصلت، لكن للاسف برضو ما حدش هم عارف يفيدني وعارف ان هم يحلوا لي المشكله بتاعتي. فانا هعمل ايه بقى؟ قلت كلمت باشمهندس هنا، كنت متعاقد يعني كنت متعاقد معاه، كنت بروح دايما ادفع عنده الاشتراكات وكده، هو حبيب وراجل محترم صراحه، اسمه باشمهندس محمد ثروت. كلمته بخصوص التقديم، قال لي ما فيش مشكله، وقال لي ان الحمد لله يعني ان الباقه اورنج بقول مفتوحه ما فيهاش يعني خانقه ولا التعقيدات اللي بدات تظهر في شركه ويدي. فان شاء الله باذن الله ربنا ما يردش بشين ان شاء الله. رحت دلوقتي اديتهم الورق، وحبيت ان انا ايه اوصل مشوار كده ان انا اقول لكم. وكمان يا جماعه معانا مفاجاه كمان برضو، وهي ان انا كنت طالب ترايبود اللي هو حامل كاميرا وبرضو حامل موبايل، والمفروض ان انا كنت شاريهم من على موقع امازون اللي هو بالاخص اللي هو فرع من فروعه سوق دوت كوم. فهو ان شاء الله النهاردة هيجي لي الترايبود اللي هو الشحنة اللي انا طالبها، وباذن الله هعمل لكم انبوكسنج واوريكم الحاجات واعرفكم على اسعارها واقول لكم مميزاتها ايه والدنيا دي، يعني عشان لو حد حابب مثلا انه يجيب او انه بيفكر يشتري يبقى على الاقل اعرف ان انا افيده من خلال تجربته الصغيرة دي، وعلشان استفاد يعني ونفيد بعضنا يعني. دلوقتي انا وصلت هنا عند السنترال اهوت يا جماعة، هنزل دلوقتي عشان كده على السريع، وباذن الله مش هتاخر واجي لكم تاني، بس تابعوا معايا. وهفتح اقفل دلوقتي وهفتح تاني، ماشي هقفل دلوقتي وافتح تاني، ركزوا معايا. انا دلوقتي الراجل المندوب اللي جايب الحاجه من سوق لسه مكلمني دلوقتي، وان شاء الله انا رايح دلوقتي عشان خاطر ايه اخد منه الشحنه اللي جت. انا دلوقتي يا جماعه لسه واخد الشحنه اللي انا لسه كنت قايل لكم عليها من مندوب دلوقتي، من مندوب لسه مستلمها منه دلوقتي، هوريها لكم بس ثانية واحدة بس اعدي التقاطع ده. الشحنة اهي يا جماعة، بس مش عارف هتظهر، هو ده الترايبود اللي قلت لكم عليه، بس ان شاء الله هعمل لكم ايه، هعمل لي انبوكسنج لما اروح البيت ان شاء الله وافرجكم عليه واقول لكم مميزاته وطوله ومواصفاته ايه وسعره وكده، وان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ويبقى في يعني دعم كده مع ان شم النسيم خلاص اهوت، يعني كان تقريبا النهارده او امبارح ما مش فاكر، لان انا ما عشتش شم النسيم، انا شفت بس الصور وفيديوهات بتاعه الناس والكوميكس والضحك والهزار بس، الفسيخ والرنجه والقصه الطويله على ده انا ما باكلهمش اصلا. ما خلاص يا حبيبتي بقى عشان بس اعرف اكمل الفيديو، الله يخليك يا رب. دي حاجة. تاني حاجة، كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة برضو ان رمضان خلاص بقى على ايام اهو ويشرفنا ونعيش اجواءه الجميلة، كل سنة وانتم طيبين ومن الله قريبين ان شاء الله، وربنا يعود علينا بالصحة والعافية والستر يا رب. ننتهز الشهر ده يا جماعة ونقرأ قرآن ونصوم ونصلي ونقرب لربنا عشان خاطر ربنا يتقبل منا صالح الاعمال ان شاء الله،
ويغفر لنا ذنوبنا اللي مضت واللي جاية إن شاء الله. ربنا يوفقنا في حياتنا اللي جاية ويسترها معانا يا رب. وإن شاء الله أنا هوريكم. أنا دلوقتي لسه واصل البيت يا جماعة، هفتح معاكم انبوكسنج معاكم، وما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا. ان شاء الله يعني ربنا هيدز بطريقه كثيره جدا. وبشغوف جدا لما اكون جايب حاجه جديده كده، بحب ان انا يعني بكون فضول جامد ان انا استكشفها وافتحها. ايه رايكم؟ جاي معايا شنطه كمان عشان لو مثلا انت حابب ان انت تصور بره البيت. دي كده الكرتونه ما بقاش فيها حاجه يا جماعه. دي شنطه كده عشان لو انت مثلا بتحب تصور بره البيت تشيلها في كتفك كده مثلا، او مثلا كده يعني زي ما انت تحب يعني. ودلوقتي بقى هنبص على اللي جوه. يعني ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا حاسس انه ما شاء الله خامه، لا هو بسم الله الله اكبر، يعني خامه تقيله وحاجه جميله جدا ما شاء الله. بصوا يا جماعه، له زي نقاط ارتكاز كده في الارض من الرابر اللي هو المطاط. حاجه حلوه خالص، ده عشان تساعد على ثبات الترايبود وما يحصلش فيه اهتزاز او اي حركه. وهو من مستويين من مستويين. نشيل بقى الكيسة دي كده ونستكشفه مع بعض. واو، لا واو بجد، الماتيريالز بتاعته جميلة جدا. و نبدأ هفرده الأول قبل ما أقول أي حاجة، عشان عاوز أعرف طوله كام. نفرده مع بعض. لا بس بسم الله ما شاء الله، يعني بصراحة يا جماعة بدون مبالغة الماتيريالز بتاعت الترايبود ده جميلة جدا. يعني شوفوا بسم الله ما شاء الله، يعني هو كده ثابت ووقف وأنا بحركه. وكمان في هنا زي خطاف كده أو علقة يا جماعة، لو مثلا حب يكون الارتكاز اكتر او اتقل، او مثلا تعلق الشنطه او ثقل، اي ثقل مثلا شنطه فيها حاجه تقيله تساعدك ان انت مثلا تعمل حاجه. وده طبعا بقره لو انت حابب انك تثبتها وما تخليهاش تتقفل. ولو عاوزها تتقفل الكتروني او اوتوماتيك، ترفع الترايبود توجه فككها مهويها، هي هتنزل لوحدها لوحدها. ثانيه واحده امسك الكاميرا عشان أصور.